سوف نتناول ونستعرض معكم أبرز الموضوعات والعناوين التي جاءت في الصحافة. نختص في هذه الفقرة بصحافة الملف السوري، ونستعرض معكم أبرز العناوين وأبرز الأخبار التي جاءت في المواقع الإلكترونية ووكالات الأنباء حول الملف السوري. بدايتنا مع موقع أخبار الآن الذي يقول: الأمم المتحدة تدعو إلى مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا. إلى موقع جريدة الوطن السورية: 900 مهجر جديد عادوا إلى الوطن، العدوان التركي يفاقم مأساة النازحين في مخيمات الشمال. إلى سبوتنيك الروسي الذي تقول: نائب رئيس الوزراء الروسي يلتقي الأسد في دمشق لمناقشة تشغيل ميناء طرطوس. وإلى جريدة الشرق الأوسط السعودية: مظلوم عبدي يقول: لدينا 110,000 مقاتل ونتمسك بهيكلة قواتنا في جيش سوريا المستقبل. قال للشرق الأوسط أن تركيا تقوم بتطهير عرقي، وترامب وعده بالدفاع عن حلفائه شرق الفرات. إلى موقع ميو الأسد يعلن انطلاق عملية إعادة الأعمال في سوريا. الرئيس السوري يطلب من الشركات الصينية اطلاق عملية بحث عن فرص للاستثمار في السوق السورية، معبرا عن رفضه لتواجد قوات أمريكية على أراضيه. إلى صحيفة الاتحاد الإماراتية: قصف جوي مكثف على منطقة خفض التصعيد في سوريا. موقع 24: مقاتلات روسية تستهدف ريف إدلب. وأخيرا في الملف السوري مع وكالة رويترز التي تقول: فنلندا تعتزم استعادة أبناء مواطنات انضممنا للدولة الإسلامية في سوريا.